السلام عليكم جميعا. طبعا هذا شرح مبسط حاول بيفسر بعض الأمور، وإذا كان بفتح قصور حاولوا تنبهوني. The system, the term systematics stem from the Latinist Greek. يعني جذور مصطلح systematic أو أصله من الكلمة الإغريقية Latinist Greek word systema as applied التي طبقت أو وضعت من قبل لينيوس. سيستيما ناتشرال في هذا العام طبعا. According to the Simpson، بالنسبة للسمبسون هنا عام 1961، modern definition redefinition عادة تعريف of the term systematic is the يعني هنا تعريف فوفخ سمبسون the scientific study هو علم of the kind يدرس الكائن الأنواع والتنوع of organism and of any and all relationships among them. يعني درس الأنواع والتنوع والعلاقات بين الكائنات الحية. أيضا هنا عندنا more simply symbolized systematics in the science of diversity of organism. أمثلة أخرى هنا systematics deal with يعني systematic هذا النظام يتعلق ب أو يهتم ب الـ population والـ species سكان و population species و higher texture الأصناف العليا و no other branch of biology occupied itself ولا يوجد هناك فرع آخر من البيولوجي يقحم نفسه itself in similar manner with this level of integration of the organic world. ما يوجد فرع آخر يقحم نفسه بهذه العلوم. It is not only supplied إنه لا فقط يجهز urgently need information المعلومات العاجلة about this level but يعني حول هذه المواضيع اللي هي population and species و higher taxa but more important أيضا أكثر أهمية من خلال cultivates a way of thinking تحفيز طريقة للتفكير and هنا a way of approaching problem biological problem وحل المشاكل البيولوجية that is important for the balance اللي هي مهمة للتوازن and well-being of biology as well Meyer عام 1982 يعني هذا باختصار الفقرة الأولى. The contribution of systematic to biology مساهمة الـ systematic بالبيولوجي a consideration of systematics to other branches of biology and to humankind while it's an appreciate of its scopes يعني إضافات هنا للسيستماتيك. الشيء المهم عندنا هنا before the rise of genetics the study of evolution was carried out تمت بواسطة يعني دراسة التطور هنا تم بواسطة التاكسونومست المصنفين التاكسونومست يعني بواسطة علم التصنيف هنا تم دراسة التطور أو التاكسونومست اللي هو مصنفين virtually كليا all major of evolutionary problem كليا هنا كل مشاكل التطور evolutionary problem were first pointed تم الإشارة إليها and solved by systematics يعني هنا systematics هنا حللنا مشاكل التطور وأشار إليها وحللنا مشاكل التطور لكن قبل اكتشاف الجينات before the rise of genetics evolutionary was carried اللي هو التطور كان من مهمة التاكسونومست المصنفين. عندنا even today حتى اليوم study of organic diversity دراسة التنوع هنا العضوي as a practice by systematics تم ممارسة by systematics اللي هو تم ممارسته بواسطة systematics نعرف انه من التعريف الاول انه diversity of kind هنا ايضا هذا systematic continue استمر to reveal a new evolutionary problem وحل لنا المشاكل التطورية يعني من هاي نختصر انه التطور كان على عاتق التاكسونومست لكن لاحقا اصبح من مسؤولية السيستماتيز والمشاكل التطورية الحديدة تم حلها بواسطة السيستماتيز. عندنا هنا no branch of biology was made great يعني ماكو هنا فرع اخر من البيولوجي قدم انجازات كبيرة للتطور. عندنا إلتون ميد عام 1947 ميد ذيس ستيتمنت ريجاردينج ايكولوجي جعل صنع هذا التقرير او وضع هذا التقرير حوله ريجاردينج ايكولوجي حوله المتعلق هنا المتعلق بالايكولوجيا علم البيئه
شو يقول هنا؟ يقول the extent to which progress التوسع أو التمدد الذي حصل بالإيكولوجي depend on accurate identification، يعني التقدم الذي حصل اعتمادا على accurate التحديد الدقيق accurate identification and up وأيضا حول أو بالاعتماد على of the existence of وجود sound systematic groundwork وجود نظام صحيح groundwork for all organic for all groups of animal، يعني هذا التقدم الذي حصل من خلال التحديد الدقيق ومن خلال وجود أساس منهجي سليم لجميع الحيوانات اللي هو of كل الجروبس of animals sound systematic groundwork، هنا أساس منهجي سليم لجميع الحيوانات cannot be too much embarrassed، لم يكن مثيرا للاهتمام up on the beginner of ecology اللي هم في بداية دراستهم للمبتدئين في دراسة عفوا الإيكولوجي. This is essential basis، هذه قاعدة أساسية أو فارث لكل الأشياء. Without هذه القاعدة، without ecologist is helpless، يعني بدون فائدة يكون عمل الإيكولوجيين هنا is helpless. And while his work وأعمالهم هنا وأعمال and while his work may be rendered useless وبدون فائدة، يعني تصبح عديم فائدة without هذا المفهوم اللي ذكرنا، يعني التقدم الذي يعتمد على التحديد الدقيق ويعتمد على أساس منهجي سليم لجمع الحيوانات لا يمكن أن يكون مثيرا لإعجاب المبتدئين في علم البيئة. هذه نقطة رئيسية دا يقول هنا without it the ecologist، يعني هنا أعمالهم بدون فائدة عديمة الفائدة، يعني ماكو فائدة هنا من أعمالهم وغير مفيدة. باختصار أيضا هنا عندنا الموضوع the applied biology الفروع التطبيقية لعلم البيولوجي the contribution of taxonomy to the applied science اللي هنا applied science العلوم التطبيقية نقصد بها medicine طيب public health الصحة العامة agriculture conservation management زراعة conservation management of natural resources has been، يعني هنا مساهمة التاكسونومي تصبح في العلوم التطبيقية أما مباشرة أو غير مباشرة. taxonomic breakthrough الاختراقات التصنيفية have often supplied the key of solution of previously bristling problem in economic entomology، يعني هنا اختراقات العلم التصنيف جهزت المفتاح لحل مشاكل هنا previously غير واضحة in economic entomology حل مشاكل علم الحشرات الاقتصادي. The famous case من الأشهر الأمثلة of the epidemiology of malaria is good example، يعني المثال على مرض الملاريا هنا اللي كان منتشر epidemiology of malaria in good example. هنا شو يقول the supposed factor الناقل المفترض in Europe in Europe the malaria mosquito Anopheles maculipinus ميغان Anopheles maculipinus طبعا هذا الاسم العلمي Anopheles maculipinus هذا kind of malaria يعني malaria mosquito Anopheles maculipinus هذا الناقل المفترض في أوروبا was reported to through the continent يعني تم تسجيله خلال القارة لكن ملاريا was restricted لكن هنا قيدت بمنطقة محددة يعني مو تسجيله بعامة القارة مناطق واسعة لكن قيدة بمنطقة محددة. هنا large amount of money was wasted كميات من الأموال صرفت because no one understands connection between the distribution of mosquito ما حد قدر يربط علاقة بين انتشار المسكوتة and the malaria ومرض الملاريا. لكن هنا careful taxonomy studies finally provide the key لكن الدراسات الدقيقة الحذرة جهزت مفتاح لحل هذه المشكلة كون المغلبينس كومبلكس يعني اكو تجمعات من هذا المغلبينس الذبابة هنا من انواعها طبعا was found to consist وتتكون من sibling species وتتكون من اشقاء من انواع عدة
أشقة with different habitat preference، يعني بتفضيلات مواطن عدة، and breeding habits وعادات تكاثر، يعني هم مواطن عدة هم عادات تكاثر تختلف. يعني هنا الموسكيتو المقلبس هذا النوع المعقد، وجدنا هنا وجدوا التاكسونوميك ستاديز، يعني التاكسونوميك ستاديز وجدوا انه عدة انواع بي سابلينج يعني اشقاء سبيشيز بتفضيلات عدة لمواطن عدة وايضا بطرق تكاثر عدة، only some of which قسم قليل منها are responsible for the transmission of malaria، مسؤول عن for the transmission of malaria in the given area، مسؤول عن نقل الملاريا في المناطق المحددة. This new information allowed control measure، يعني ساهمت في توجيه الجهود to direct to the spot where they would be most effective، توجيه الجهود للمناطق اللي هي most effective، اللي هي تعتبر فعالة بهذا المرض. عندنا الموضوع، عندنا هنا التعريف فينون، هنا a group of organisms which are recognized simply، مجموعة من الكائنات الحية بإمكان تمييزها بسهولة، based on اعتمادا على similarity of character، تشابه في الخواص، regardless بغض النظر of any biological interaction، بغض النظر عن أي تفاعلات بيولوجية أو genetics relatedness. يعني هنا عبارة عن مجموعة group of organisms which recognize simply، تمييزها بسهولة، on the basis of similarity، باعتماد على التشابه فقط، على التشابه فقط. هنا بغض النظر عن biological interaction، بغض النظر عن biological التفاعلات البيولوجية and genetics relatedness and genetics relatedness والعلاقات الجينية، بغض النظر عن biological interaction التفاعلات الجينية and genetics relatedness is later used، اللي هنا استخدمها لاحقا، especially a grouping of organism established by، عندنا هنا phenetics or numerical taxonomy، عندنا هذا النوع من أصناف أنواع التصنيف اللي هو مذكور بالمحاضرات اللاحقة، يقول إنه هنا عندنا عدة أنواع، عندنا أول واحد phenetic وphylogenic وevolutionary، عندنا ثلاث أنواع، فهذا الphenetic يعتمد على similarity بالcharacters ما له علاقة بالgenetics وغيره، بينما الphylogenic يعتمد على الgenetics و النوع الأخير ذاك التطوري. عندنا التاكسون أكثر من مرة معاد أيضا بالمحاضرة الأخيرة معاد، تاكسون in biology، التاكسون طبعا هنا الجمع مالته بليرة تاكسا، is a group of one or more population، group population of organism، يعني تجمعات من الأحياء، or organisms seen by a toxin، يتم النظر إليها من خلال المصنفين to form، إنه تشكل وحدة، إنه تشكل وحدة. الثوقت نيذر از ريكورد، على الرغم انه اغلبها ما يعني هنا ما اعرف هاي الجمله، الثوقت از نيذر از ريكوايرد، على الرغم انه غير مطلوبه. عموما تاكسون اوف يوجوالي ناون باي ذا بارتيكولار، ايضا هنا هذا التاكسون اللي هو عباره عن جروب اوف بوبوليشن اورجانيزم سين باي تاكسونومكس تو فورم يونت، هذا ايضا نطيه هنا يعرف ببارتيكولار نيم and particular ring، يعني في مجال معين نعطي مجال معين، الرينج هنا عبارة عن الجينس والأوردر وذني المراتب التصنيفية وغير، فنعطي تسمية معينة and مجال معين، especially if and when is accepted، يعني لما يقبل هنا or become established وينشر، يعني لابد انه عندما يقبل وينشر يكون حاوي على اسم ومجال معين. It's very common however for taxonomists to remain at ad over what below a taxon and the criteria used for inclusion. If a taxon is given a formal scientific name، عندنا اذا اضفنا انه اضفنا اسم علمي، it used to the government، انه يحكم by the one of them nomenclature، يحكم بوحده من التسميات كود او كودات التسميه، specify which scientific name is correct for particular group، يعني ويكون خاص scientific name، هذا scientific name خاص بجروب معين particular group.
يعني الأساس هنا هو التسمية، راح تحدد لنا particular name particular group، اللي هو هنا راح يصير عندنا scientific name is correct for، لازم يكون صحيح، is correct هو صحيح for particular group. عموما التاكسونومي the designation of species originate in taxonomy، يعني تصميم التصنيف بدأ، تصنيف الأنواع، تصميم الأنواع بدأ في التصنيف. where the species، هنا التعريف أيضا من ضمن التعريف العدة اللي موجودة عندنا، species fundamental unit of classification، وحدة الأساسية التصنيف، recognized by the international commission zoological، تم تمييزه بواسطة المنظمة العالمية للحيوان، تسمية الحيوان اللي هي International Commission of Zoological Nomenclature. Every species assigned a standard toward، كل species هنا يمتاز بأنه يتكون من standard two part، من قسمين، name of genus and name of species، name genus and species. The genus is the generic name، الجنس هو تسمية عامة، include closely related species، species يعني الجينكس generic name تسمية عامة. شنو اللي يقع أسفل من عدة؟ احنا أول مرة species وبعدين الجينس، النوع أول مرة والنوع الجنس، فالجنس يعتبر تسمية عامة بالنسبة لمن؟ للنوع، راح يضم عدة أنواع several species. عندنا ايضا هنا several species، عندنا مثال هنا the grey wolf for example is classified classified is هنا تم تصميمه as a canis labis، canis labis اسم العلمي لgrey wolf، canis labis الاسم العلمي هنا canis labis، and is closely related to the coyote، وهذا موجود لهذا النوع اللي هو يعتبر found in North America، found in North America يعني هنا canis labis closely related to coyote found in North America and designation and designated عفوا as a canis laternus، يعني هنا شوفوا التسمية هنا تم تصنيفه وتمييزه وتصميمه على أساس انه canis laternus، فالكويوتا هنا canis laterans. Their systematic relation indicate by their sharing the same genus name. يعني هنا نشوف من العلاقة هاي التنظيمية بيناتهم انه دا يشاركون في نفس الجنس. يعني جنس نيم. هنا عندنا الكانس لابز الجراي وولف يشبه الكايوتا. الجراي وولف هو كانس لابز. والكايوتا اللي موجودة بنورث اوف امريكا canis laterans، فهنا يشابهون في اسم الجنس similarity، هنا similarly genera that have shared characters ويشاركون خواص are classified in the same taxonomic family. Genera that have والأنواع هنا والأجناس هنا genera جنس genus وgenera مجموعين that have shared that shared تشارك بخواص أو traits are classified in the same وتصنف in the same family. فقلنا احنا المراتب التصنيفية نوع جنس عائلة، فالجنس genera جمعها تضم مجموعة من الأفراد تتشارك بخواص وتصنف في نفس الموقع، الموقع التصنيفي كالفاميلي، فالفاميلي include genera. Related families والعوائل المتقاربة are placed in the same order، والعائل العوائل تضم في order واحد. والorder related order are placed in the same class، أيضا والorderات تحط في حطوها في class واحد. And related classes are placed in the same phylum، وفي شعبة واحدة. This classification system is a hierarchy or a hierarchy applied، يعني هذا نوع من النظام من أنظمة التصنيف
بلايت تو انيمال هذا يطبق على كل الحيوانات والنباتات، هذا موجود بالمحاضرة الأخيرة اكتشف لينيوس. As originally set forth by the Swedish naturalist Carlos Linnaeus in the القرن الثامن عشر، فهنا قلنا 18th century، فهنا عندنا ايضا هنا الهيرارشي او هيراركي ابلاي سيستم، يعني kind of system of classification. هنا شنو انكلود يعني رينكس مجال اللي هن الرينكس، الرينك الواحد هو مثلا الرتبه، النوع الرينكس هو مجالات عده موجوده ضمن التصنيف.